السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا موضوع جديد ومهم جدا. اسالك سؤال الاول، can you introduce yourself؟ تقدر تعرف نفسك او تقدم نفسك، يعني لما تقابل حد جديد تقدر تقول له انت مين، اسمك ايه، عندك كام سنه. طيب هو ده الانترودكشن، هو ده موضوع حلقتنا النهارده. يلا كده نبدا مع بعض نشوف الانترودكشن نقدر نعمله ازاي. معانا هنا نفرتيتي، ودي ملكة عظيمة جدا وملكة مصرية وكانت موجودة من آلاف السنين. نفرتيتي بتعرفنا بنفسها وقالت My name is Nefertiti. I am an ancient Egyptian woman. أنا امرأة مصرية بس قديمة، يعني من زمان قوي. I am a Pharaonic queen، يعني أنا ملكة فرعونية. يعني دي الطريقة اللي أي حد فيكو يقدر يعمل بيها introducing لنفسه، يعني لما تحب تعرف نفسك هتقول أنت اسمك إيه، ممكن كمان تعرف سنك، عندك كام سنة، في مدرسة إيه أو في سنة كام. دي الطريقة اللي we can introduce ourselves using it. طيب معانا حد كمان عاوز يعرفنا بنفسه، دكتور مجدي يعقوب. أكيد طبعا أنتوا عارفينه. هو قال My name is مجدي يعقوب. I am a famous، يعني ايه famous يا ولاد؟ يعني مشهور. I am a famous Egyptian doctor، يعني انا دكتور مشهور جدا. طيب هو متخصص في حاجة معينة في الطب يا ولاد، لازم تعرفوا ده كويس. I am a cardiac surgeon، يعني ايه cardiac surgeon؟ يعني جراح قلب. هو بيلبس glasses، I wear glasses، في بعض الأحيان بيلبس glasses. طيب ده كده مجدي، دكتور مجدي يعقوب. وبكده دكتور مجدي يعقوب ونفرتيتي عرفونا بنفسهم. الدور بقى عليك تعرفني بنفسك. مطلوب منك to introduce yourself في كام جملة كده صغنونة، whatever، صورت فيديو لنفسك وانت بتعرفني بنفسك، او كتبت تكست كده في كشكول كده لطيف وصورت صورة تبعتها بسرعة بسرعة على صفحة الاسكول على الفيسبوك علشان اشوفها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بس طبعا احنا لسه مكملين في حلقات لطيفة جدا. الحلقة الجاية حلقة التمارين، اوعى تفوتوها. مع السلامة.